بعد أسبوع من انتخابه رئيساً للجزائر، عبد المجيد تبون يؤدي اليمين الدستورية لاستلام مقاليد الحكم. تبون وفي أول خطاب له للأمة أكد أنه لا هوادة في مكافحة الفساد، باعتاً في نفس الوقت برسالة مطمئنة إلى رجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء للاستثمار بقوة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني. أوجه دعوة خالصة صادقة مطمئنة نابعة من صميم القلب إلى جميع رجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية إلى الاستثمار بقوة في كل القطاعات وفي كل ربوع الوطن، وسوف يجدون من الدولة كل الدعم وكل الامتيازات الضرورية، وإني أضع يدي في يدكم للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. تبون الذي شدد على الصرامة في تسيير المال العام استعرض الخطوط العريضة لخطته الاقتصادية، خطة ترمي إلى تعزيز التواجد الطاقوي للجزائر وضمان الأمن الغذائي، بالإضافة إلى عقلنة الاستيراد وتشجيع استثمار الشباب، وكذا إصلاح النظام الضريبي لتشجيع المؤسسات الاقتصادية على خلق الثروة. ستقوم الدولة أيضاً بإصلاح عميق في نظام الضرائب ووقف الظلم والتعسف في هذا المجال، مع منح التحفيزات الضريبية بهدف تطوير الإنتاج الوطني خاصة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وسوف تخفف الدولة الضرائب على كل مؤسسة عمومية أو خاصة تخلق مناصب الشغل، وستوضع آليات واضحة لهذا الغرض. محاربة ممارسة التوزيع العشوائي للريع وفتح آفاق لاقتصاد المنزل وبعث السياحة أولويات أخرى تضاف إلى جملة الالتزامات التي ذكر بها الرئيس في خطابه، التزامات تصب لصالح تحسين الوضع الاقتصادي واسترجاع مكانة الجزائر بين الأمم.